حضروا الفطار وقعدوا يفطروا كلهم مع بعض، أدهم وعزيزة وصفية وجمال وصقر وغرام وعثمان على رأس المائدة طبعا. وما كانش الوقت بيعدي إلا لما صقر يبص الغرام من وقت للتاني، وكان طول الوقت كمان بيحسسها باهتمام، وده خلاه يحط الأكل قدامها علشان تاكل. وطبعا كان كل ده تحت نظرات صفية. قطعهم دخول فاطمة وأمها، واتكلمت عزيزة وقالت بترحاب: أهلا يا سيدة يا أختي، اتفضلي تعالي، اتفضلي تعالي يا فاطمة يا بنتي، حماتك بتحبك. بص أدهم لفاطمة بتوتر، أما هي فكانت كرامتها أهم عندها منه، ودخل لها تتجاهل نظراته. كيفك يا مرت عمي؟ زينة يا بنتي، تعالوا يلا كلوا. لا بألف هنا يا خيتي، احنا سبقناكم، احنا جينا نبارك لصقر ومرته. رد صقر وقال: الله يبارك فيك يا مرت عمي. راحت فاطمة الغرام وحضنتها بحب وقالت: ما شاء الله جمر يا غرام، احنا لازم نتحدث مع بعض ونبقى صحاب. حست غرام بطيبة البنت دي جدا، واتكلمت بكسوف وقالت: طبعا يا فاطمة اكيد هنبقى صحاب. اتكلمت صفية بغيظ: ايه مالكيش اخت تسلمي عليها ولا ايه يا خيتي؟ لا ما اقدرش، بس كنت بتعرف على غرام الجمر. انت كيفك يا صفية؟ ردت صفية ببرود وقالت: زينة زينة يا خيتي. خلصوا اكل وقعدوا كلهم مع بعض، وقامت فاطمة مع غرام علشان يحضروا الغدا. كان ادهم متوتر جدا وعايز يتكلم مع فاطمة بأي طريقة، اما صقر كان حاسس ان قلبه في مكان تاني خالص، وكان بيبص ناحية المطبخ من وقت للتاني يمكن تطفي ناره وتحن عليه برؤيتها. لكن قطع التجمع الأسري ده دخول شخص قلب الموازين، وخرجت فاطمة مع غرام بعد ما خلصوا تحضير الأكل، وفي نفس الوقت دخلت غادة بشنطة هدومها. وأول ما دخلت غرام حست بالحزن والإحراج، وبصت لصقر علشان تشوف رد فعله إيه. لكن هو كمان بعد ما دخلت غادة كل اللي كان بيدور في تفكيره هو غرام، وبصلها بعينيه وكأنه بيبرر الموقف، وشاف كمان الحزن في عينيها ووطت راسها بانكسار. اتكلمت عزيزة بغضب وقالت: انت جاية هنيه ليه يا غادة؟ يو جاية بتجوزي ولا ايه يا صقر؟ وقف صقر بهدوء وقال: اني طالع مع مرتي فوق يما. رفعت غرام راسها بكسرة وهي بتقول في نفسها: هياخدها ويطلع ويسيبني، ازاي يهني كده؟ لكن صقر فاجئها وهو بيجي ناحيتها وبيمسك ايديها، واخدها وطلع لفوق مع نظرات غدا المصدومة والغضبانة جدا. ضحكت عزيزة وقالت: متهيأ لي صقر رد عليكي، يلا غوري من هنيه ومش عايزة اشوف خلقتك تاني. تغور فين؟ وده بيت جوزها يا عزيزة ولا نسيتي؟ وده اللي قالته مهرة ام غادة وهي داخلة من باب البيت. اتكلمت عزيزة بغضب شديد وقالت: تو ما افتكرت ان ليها جوز. اتكلمت مهرة وقالت: وهي عجلت وعرفت غلطها ورجعت صلح الامور بينها وبين جوزها. لا يا مهرة مش هديها فرصة تخرب بتبني. وكملت عزيزة باستهزاء وقالت: ولا انت عايزها تعمل اللي معرفتيش تعمليه انت مع ابوه زمان؟ بصت لها مهرة بتوتر وبصت لعثمان، اما صفية فهي كانت عمالة تسمع لكل كلمة وتحللها كويس جدا علشان تستفيد منها. واتكلمت سيدة علشان تهدي الجو: خلاص بقى ملوش لزوم الكلام ده، عاد وده برضو بتجوزها يا عزيزة، يعني ما ينفعش تمشي، الناس تقول ايه بعد ما شافوها وهي جاية بهدومها، عيب. عثمان بص العزيزة وهز راسه بإجاب، واتكلمت عزيزة وقالت بتحذير: ماشي هخليكي تقعودي، بس اسمعي حسك عينك تيجي جنب غرام مرات ابني، انا اللي هجفلك، انت واعية الحديث زين ولا لا؟ اتكلمت غدا ببرود وقالت: انا مش هاكلها، يلا يما تعالي معايا نفضي الشنط. وطلعوا لفوق وسط غضب عزيزة ونظرات صفية الخبيثة، وقالت سيدة لبنتها فاطمة: يلا يا بنتي خلينا نمشي. اتكلمت عزيزة بإصرار وقالت: والله ما يحصل، احنا هنتغدى سوا، البنات جهزوا الوكل، استني لما نتغدوا مع بعضينا وبعدين بجمشي. خشي يا فاطمة عملينا الشاي الاول. حاضر يا مرت عمي. دخل صقر الأوضة وهو ماسك بإيدين غرام، وكانت سعيدة لأنه ما تخلاش عنها أو قلل منها، وحست بالذنب لسوء ظنها فيه،
بأنه هيسيبها ويطلع مع مراته غادة. قعدت على السرير وهي بتبصله بسعادة واتكلمت بخجل وقالت: أنا أسفة يا صقر. قعد جنبها ورد باستغراب وقال: على إيه بجا؟ نزلت رأسها وقالت بخجل: علشان يعني بصراحة أنا افتكرتك بتتكلم على غادة لما قلت هاخد مراتي واطلع، زعلت وافتكرتك هتاخدها وتسيبني. ما كانش عارف هو قد إيه كان سعيد، يا ترى هي بتغير عليه؟ ورفع وشها بإيديه وقال: وانت كنت هتزعلي لو كنت طلعت معاها؟ اتكسفت من تلميحاته: قصدي يعني ان هيبقى شكلي وحش ومهين قوي. رفع حواجبه واتكلم بمكر وقال: متوكدة يعني مش عشان غيرانة؟ ها؟ لا يوه، قصدي يعني. قطعها بضحكة على توترها واحمرار وشها من الكسوف وقال: خلاص مصدقك. غرام، أنا مش عايزك تزعلي يعني علشان غادة، بس ما بستش يا صقر، أنا فاهمة وصدقني مش زعلانة، دي برضو مراتك وليها حقوق عليك، وأنا كفاية عليا أنك قبلت تتجوزني وتحميني، صدقني مش طمعانة في أكتر من كده، وجميلك ده مش هنساه عمري كله، ولو عايزني أتكلم معاها وأفهمها أن جوازنا سوري وعرفها حكايتي علشان يعني ما تزعلش، مش هتردد لحظة، وهعمل كده فورا. اتكلم صقر بغضب وقال: جميل، ايه اللي بتتحدتي عليه؟ انتي مرتي زيك زيها. لا، انتي ما ينفعش تتقارني بيها. غرام، انتي ما تعرفيش حاجة، انا عايزك تشيلي الافكار دي كلها من دماغك، واوعي تتحدتي معاها في حاجة، انتي فاهمة؟ دمعت غرام من صوته العالي وقالت بهدوء: حاضر. اتنهد صقر بغضب من نفسه على تسرعه وقال: حاجك عليا يا ست البنات، أني آسف، عليت صوتي عليكي. ابتسمت غرام بخجل وهزت راسها: أيوة، لأنه جبر خاطرها ومسح دموعها في لحظة، مش علشان اعتذر، لأ، لأنه حسسها أن دموعها غالية بالنسبة له. وقالت غرام بتردد: كنت عايزة أسألك على حاجة، ممكن؟ وه، سؤال واحد بس، ده أنت تؤمري، قولي سؤال إيه؟ قالت بتردد وخوف: كنت عايزة أعرف هتعمل ايه مع جابر. استغل ادهم انشغال امه بالكلام مع مرات عمه ودخل لفاطمة المطبخ، وكانت فاطمة سرحانة وعقلها مشغول بالكلام اللي قالته لها نهى، لحد ما اتفاجئت بادهم وهو قدامها. مسح الدمعة نزلت من عيونها واتكلمت بلا مبالاة وقالت: في حاجة يا ود عمي؟ فاطمة، اني اسف، اني ما تقولش حاجة، ما فيش حاجة تتجال اصلا، احنا اللي بينا خلاص مات واتدفن يا ادهم. ولحد هنا استنوني في الجزء القادم، دمتم في امان الله.